السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 209، سورة يونس. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها ولاهون. يقول تعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه سبحانه وتعالى، وذلك بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار. يقول تبارك وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، وتحية الله لهم تحية الملائكة، وتحية بعضهم لبعض هو السلام، وآخر دعائهم هو الثناء على الله رب العالمين رب المخلوقات كلها. يقول تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله سبحانه وتعالى استجابة دعاء الناس على أنفسهم أو على أولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم عند دعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة نيل، يعني ساعة إجابة فيها عطاء فيستجاب لكم، يعني
لما تزعل أو تغضب من ابنك أو بنتك ما تدعيش عليه، بل ادعو له بالهداية، لأن هذه الدعوة وقت الغضب ممكن تستجاب، وقتها تندم وتقول يا ريتني. وقال النبي، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا متذللا متضرعا، سواء كان مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، وذلك رجاء أن يزال عنه ما به من ضر. فلما استجبنا دعاءه له وأزلنا ما به من ضر، مضى على ما كان عليه كأن لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله، كذلك زين للمتجاوزين الحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم يا أيها المشركون لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم، يعني على صدق الأنبياء فيما جاءوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا، وذلك لعدم استعدادهم أصلا للإيمان، فخذلهم الله ولم يوفقهم له. كما جازينا تلك الأمم الظالمة كذلك نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان. يقول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم صيرنا يا أيها الناس، ثم صيرناكم خلقا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها، لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أم تعملون شرا فتعاقبوا عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالظلم بين الناس هو سبب الهلاك للأمم. من فوائد الآيات: واحد، لطف الله سبحانه وتعالى بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. اثنين، بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. ثلاثة، هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 7، كلمة لا يرجون لقاءنا، يعني لا يتوقعونه لإنكارهم البعث. الآية رقم 10، كلمة دعواهم يعني دعاءهم. الآية رقم 11، كلمة لقضي إليهم أجلهم يعني لأهلكوا وأبيدوا. كلمة في طغيانهم يعني في تجاوزهم الحد في الكفر. كلمة يعمهون يعني يعمون عن الرشد أو يتحيرون. الآية رقم 12،
كلمة الضر وهو الجهد والبلاء والشدة، كلمة دعانا لجنبه يعني استغاث بنا لكشف الضر وهو ملق على جنبه، كلمة مر يعني استمر على كفره ولم يتعظ. الآية رقم 13 كلمة القرون يعني الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود. كلمة ظلموا يعني ظلموا بالكفر وتكذيب الرسل. الآية رقم 14 كلمة جعلناكم خلائف يعني استخلفناكم بعد هلاك أولئك الأمم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.